من أرشدك إلينا قد دلك إلى مقصدك، وكلما سردته من أوصاف ينطبق على أرضنا إلا فتاة أحلامك، فلم يرمقها طرف وإلا وجدتنا كلنا نسعى نفس المسعى. ولكن هلا أخبرتنا حينما تصل مسعاك وتنال مبتغاك ماذا ستفعل؟ ابنا سأعود إلى أهلي، أنهل من منابع الحكمة ما يأس كل ذي صقل، إلا من مات قلبه ويا من مثلي. أريد أن أقول لك شيئا، لكنني أعرف بأن المرض قد أضرعك يا زوجي العزيز، ولم تعد تتحمل الصدمات. لقد قلت نصف الكلام، فهلا أفصحت عن النصف الآخر؟ إثري ابن أرياس، ما بي؟ خذلت فيه كما خذلت في ابن الأرملة، إنه يتردد على بيت العريرة وهناك يقضي معظم لياليه. ذاك مجلس ابنك يا يور، أما إتري فسيرته مضرب مثل بين أقرانه. ابن أيور أخبرني ولديه البرهان. حشبا، فولدك الآن صار يسر لك بما يحصل بينه وبين مسامري. أرجوك اخرج الآن، اخرجي واتركيني لسقمي، فهو أهون علي مما أسمعه من كلامك المسموم. يعذر العاشق الولهان إذا شق عصا الطاعة وأعلن العصيان. هذا ما فعلته خيطانه التي تخلت عن أهلها وخرجت للبحث عن يقظان الذي بدوره هجر عشيرته في تقفي آثار معشوقته، لكنهما تاها ولم يلتقيا إلا بعد فوات الأوان وبعد أن شابت المفارق، وكانت هذه الأرض أرض اللقاء والوداع الأخير. فارقتهما الروح في نفس الآن، وبقي متجاورين في هذا المكان. سيدي، ما هذا يا غلام؟ لما تصرخ كالمحذوف؟ موكب عرائسي يتجه صوبنا يا سيدي. يا أهلا وسهلا ومرحبا، فأقدم عابر السبيل مجلب خير علينا. ولكنني يا سيدي أعتقد أن موكبهم انقلب إلى مأتم، إذ سمعت بينهم أنين الجرحى. قد استفحل الفساد بإفر الحكيم، وهذا ما يحز في نفسي كثيرا يا دام. إتري ابن أرياس يدخل بيت بامو، خيب الأمل وضيع على نفسي الكرسي السودة. كيف سمح لنفسه بأن يتعرش مجلس بامو بعد أن بقي بينه وبين التتويج أيام معدودة؟ إنها القوى الخفية يا دم، القوى الخفية التي تخدمني دوما، تسوق غريمي إلى المصيدة. يا
إنها تنزف يا سيدي. اكتموا الصوت قبل أن أكتم أنفاسكم جميعا. ما بالكم تنظرون إلي هكذا؟ لا لا شيء سيد، فقط إذا كانت العروس بحاجة من نجدة فنحن تحت أمركم جميعا، أليس كذلك يا جماعة؟ لا تتحرك حتى أعود، فجرحك عميق. لا تخافي، فجرحك ليس بخطير. كفى أيها الحكيم، الزعيم في حاجة إليك. لا يمكن لزعيمكم أن يتحرك قبل الصباح على الأقل، وإلا فسينزف دمه. لا، لا يمكن أن أمكث في هذا المكان. اصنعوا لي محملا على جوتي، أليس ذلك ممكنا؟ تكلم يا حكيم. إن كان الرحيل لزاما فليحملك 4 رجال بقماش يمسكونه من الأطرار، تلك الطريقة الأسلم، لأن عظام ظهرك السفلى مصابة أيضا. الصبية تكبر سنها تعقلا وعلى خلق حسن، فلعنة لمن زج بها في ذاك المأخور. لا يقص قلب والدها عليها ويفعل بها ما فعل إلا لأحد الأمرين، ما أن تكون قد أتت صنيعا لا يغتفر، أو بدافع الفاقة والفقر. الأمر الثاني حسب روايتها، مهما يكن الأمر، ما كان عليه أن يبيع ابنته لبائعة الهوى. قطعت وعدا على نفسي لا أتركها بالماء العكر. لا تتمادى في حمقك يا إدري، إنك تعلم بأعراف إفر الحكيم، فرب زلة تعود بالندم. أعيش ندما دهريا ما حقيق إلا منطق براءتها وأصل عرضها. قد تفقد مكانتك بين قومك يا ابن الأسياد، أما هي فمصيرها محتوم وطريقها مرسوم. سوف أغير مصيرها يا أسف. ليس بالموكب العادي ولا يمت للعرس بصلة. لا ترافقهم النساء كاللاتي ولا يلبسون أزهى الثياب، بل وكأنهم يخرجون لغزو عدو. إنهم قطاع طرق بلا محالة، وإلا لما تلثموا لما بزغ الفجر وهموا بمواصلة الطريق. معك حق يا سيدي، حتى العروس كان صوتها مكتوما. وأنا أضمد جرحها، منحتني هذه القطعة من القماش بعد أن خطت عليها رسوما بدمها. صدقت قلبي بالإنتهاء، هذه عروس المختطفة، وهذه الرموز رسالة إلى أهلها. لقد رسمت هنا شارة قبيلة لجاجة، وهي قبيلة حديثة العهد، انشقت عن قبيلة أصيلة تدعى عشائر الأبلش. إذن فالعروس مختطفة من القبيلة الأم. دلوني على الطريق كي أسرع لأخبر أهلها. سوف نمنحك جوابا حتى تسرع في الوصول. Ha ha ha!
أيها الشاب الخير، أيامك لم يثنك عن فعل الخير. من أنت؟ ومن تكون؟ لا يهم من أكون سيدي. وما حاجتك؟ لدي رسالة. هذا منديل بودور، وهذا رمز قبيلة لجاجة. أين هي ابنتي الآن؟ أهي بخير؟ بخير إن أنتم سرعتم ولحقتم بها. لقد تغيرت يا عقيا، تمح نور وجهك وصرت كثيرة الوجوه. ابتسم، تحدثي إلي، قد اشتقت إلى حديثك العذب. تغير كل شيء يا ميسان، تغير كل شيء. ألهذا المدى صعب هو الهيام؟ أمد أصاب فهم لا يثنيه شيء، وأنت أصبحت على هذه الحال. لن يتغير حالي إلا إذا رأيته، لقد تعثرت علي رؤيته حتى وأنا مغمضة العينين أفكر فيه. ماذا تخبئين يا ميسان؟ تكلمي. بأمر من الشيخ الميمون قطعت أم الخير الاتصال بينكم. حينما سقيت بالماء المبارك، ما كانوا ليفعلوا بهذا؟ ما كانوا ليفعلوا بهذا؟ ما جاء بك يا زوجة السيد الحكيم إلا حدسك، فأنا أيضا أحس أن وقت الرحيل قد حان. سلامتك يا سيد إيدوس، فقط جئت لأطمئن عليك. بل أنا من يريد أن يذهب إلى مثواه الأخير مطمئن البال. وما الذي يقلق راحتك يا سيد إيدوس؟ مال إفر الحكيم، مال إفر الحكيم، أوصيك سيدة الليل أن تصوني المخطوطات والقوامس حتى يتبين رأي شيوخ القبائل ويرسم رأيهم على الأرض. أمتأكدة مما تقولينه يا أم أيور؟ ولي اليقين يا أم تتريت، إن كان كلامك هذا حقا فلا أظن أن مشايخ القبائل سيستأهلون إتري للسد ولا للإكليل حتى لو كان من صلب سيدي أخطار. إن كنت لا تصدقين قولي فأخبري سيدي أخطار وحثيه على أن يرسل من يراقب ابن أخيه ويتبين الأمر. ومما سأتأكد يا امرأة، إنك أدرى بأهالي إفر الحكيم يهولون الأمور. زوجة الإيدوس تؤكد بأن ابن أخيك يتردد على وكر بام. منذ متى؟ وكيف بقي أمره سرا ولم يتفشى حتى نادى المنادي في العشائر معلنا تقلده الإكليل ومصاهرة السدة؟ ربما كانوا يخشون الأرياز، فأنت تعرف بطشه وجبروته. بل ذلك ما يجعلني أشك بأن في الأمر ضغينة. خوفهم من أخي جعلهم يكنون له حقدا دفينا،
ولا متنفس لتفجير حنقهم إلا في مزاعم الكلام. ماذا ستخسر لو كلفت اثنين من رجالك لمراقبة إثري حتى تتأكد من أخلاق من سيكون زوج ابنتك وخليفتك؟ تلي لذات غل قديم، وما أراها إلا مختلقة ما يشاع لتفسد زفاف العروسين. ذاك ظني أيضا، لكنها تؤكد قولها وهي على يقين. أخشى أن تدبر وابنها كمينا ليوقع بإثري، لذا علينا أن نخبر أخاك أرياس. سعيت لك قدما لنأخذ الأمر عجلا، فليس لدينا وقت للجاج يا أرياس. ما كان عليك أن تتعب نفسك يا أخي، إنها مجرد إشاعات باطلة، وكل من يشيعها سيعاقب. كان علي أن أدعى الأمر سرا، لكنك أخي ابن أمي وأبي، علينا أن نتبين الأمر معا. يجب أن تفهم يا أخي الأكبر بأن تليلا سبق وأن طلبت القرب منكم فرفضتم، لذا فهي اليوم تشيع هذا الكلام لكي تنتقم. ذاك ما نأمله يا شقيقي أرياس، ليتها تكون كاذبة ونخرس لسانها أمام الملأ. سيكون عقابها وخيما، هي وكل من تشكك في نبل ولدي وصنيع يدي. إنهم يريدون تشويه سمعة إثري بما يشيعون. يجب عقاب من يقف وراء هذا التشويش والتضليل يا ابنتي. كلا يا خالة الليل، إنما يقال عن سيد إثري هو ما حصل بالفعل. تزويت، لا تصدقي أبدا ما يزعمه الخراصون، بل ما رأيته بأم العين يا خالة. ماذا تقولين؟ ابن أرياز يروح لوكر العريرة من أجل الصبية الغريبة، يريد مساعدتها فقط. عن أي صبية تتحدثين؟ سأحكي لك كل شيء بالتفصيل يا خالة. سمعت بأنك تتردد على بيت العريرة، وشاع الخبر في القبيلة وبلغ عمك، فقرر تأجيل الزفاف إلى أن يتبين الأمر. أنت تعلم يا أبي بأنني لا أستعجل الزفاف. أنا لا يهمني أمر الزفاف الآن بقدر ما يهمني أن تجيب على سؤالي. أي سؤال يا أبي؟ هل فعلا تتردد على بيت العريرة؟ جواب عندما أبلغك الخبر. ليس لدي مزاج لتحملك، فأجب على سؤالي. سأجيبك إن أنت أجبتني على سؤالي. لماذا لم تتخذوا القرار وتطردونها من ديارنا إذا كنتم فعلا تخافون على أبنائكم؟ هي ضخيلة على الديار، وليس من شيم إفر الحكيم طرد المستجيرين. إذا لم تسكنوا من اللعب وأنتم من آوى النار؟ سترين، سوف ترين تليلا، سوف ترين ما ستجنين من وراء ابنك، سينحط شأنك بين القوم. لن ينحط شأني عندما يتيقنون من صحة كلامي. من أين لك بهذا اليقين؟ بإفر الحكيم عيون وآذان لا تغفو ولا تنام. يا حسرتي، يا حسرتي، وأنا أتضور ألم الاحتضار، تخوضين أنت وابنك أسفل ما يشيعه حتالة القوم، وتغيضين عنك وجهاء القبيلة. ليتني مت قبل أن أراكما في الدرك الأدنى من المذلة والمهانة. لن يستطيع أحد أن يهيننا غيرك أنت يا إيدوس. لقد تأخر، ما أظنه سيأتي بعد أن شاع الخبر.
إنها أمي يا دام، أمي من أفشاها. ما كان عليك أن تتسرع وتخبرها يا أيوب. لقد أفسدت الخطة. إتري، سأذهب. أنصحك بألا تفعل يا إتري. لا أستطيع أن أتخلف عن الموعد. أجننت؟ إنك مراقب بلا محالة، فلا تكن متهورا. آه لو لم يكن ذلك المتصابي ابن سيدي إيدوس، لكسرت جمجمته. سنلقنه درسا لم ينساه، لكن ليس الآن يا إتري، ليس الآن. لا أعرف لماذا تأخر يا إيجا. سمعتهم يقولون بأن أحدا أخبر أباه وعمه بأنه يتردد على بيتنا، فأقاموا الحراسة على باب الدار. لم أخبرك هذا يا إيجا. سمعت بامو تتحدث إلى بدو، وقد ثارت ثائرتها إذ لم يأتي أحد من الزبناء هذه الليلة. أشمت الصبح ولم يغمض لك جفن. لم يرتاح لبامو بال حتى ترد لك الصاع صاعين يا ابنتي ليلى. أنت من مجده وبك صلب عوده. شتانة الموائد أفزع الزبناء وفد الزوار. لا أفهم ما الذي يشدك إلى إفر الحكيم. الأمان هنا، الأمان يا بلد. لكن صنيع أيور سيجعل تجارتنا تبور، فوشايته بابن أرياز قد حولت إلينا كل الأنظار. فلن ينعم زبناؤنا بعد اليوم بالأمان.
لا تحزن يا إدري، تغيب الزملاء اليوم عن الدرس، شاءوا أم أبوا أنت من سيخلف السيدة إيدوس. ليس هذا ما يحز في نفسي يا أسف، حتى وإن سرت الحكيمة واعتليت السدة فلن أشعر أبدا بالسعادة ما دام قلبي لم ينل ما يسبو إليه. انساها يا إدري، فلا يمكنك البتة أن تجمع بينها وبين أهلك وعشيرتك. إياك، إياك أن يصيبك جنون أمود يا إدري. أريد أن أراها يا أسف، أرجوك ساعدني. سوف أساعدك، لكن عدني أن تكون آخر مرة. كل تفاح الأقزام إنه يغذي الأرواح والأبدان. لماذا تنظر إلي هكذا؟ لا أريد طعاما، أريد فقط أن أعرف لما كل هذه الشباك، ماذا يريدون مني؟ كل التفاحة أولا. أرجوك ما دمت تفهمين لغوهم اشرحي لهم بأنني لم أكن أنوي بهم شرا، لا أعرف حتى أنني دخلت أرضا محظورة. إنهم لا يفهمون كلامي ولا أنا أفهم لغوهم. وكيف تعيشين بينهم؟ بل قل لي أنت، من أين أتيت وإلى أين تقصد حتى وقعت في كمينهم؟ اسمي أمود، إفري الحكيم قبيلتي وخم الحمام قبلتي. لكلامك ألف معنى، وكل يفهم حسب ما يرتضي. وأنت ما اسمك وكيف تعيشين بين هؤلاء الأقزام؟ اسمي اليوم ريهام وغدا برهان. لم أفهم. أنا وأختي ريهان شقيقتان، توأم متشابهتان، وقعنا في كمينهم مثلك. وأين هي الآن؟ ساعدت على الهرب حتى تطلب النجدة وبقيت ألعب الدورين. أتركك الآن، أخشى أن يستفيق من قيلولتهم. لابد أن نفعل شيئا، لابد أن أوقع بابن أرياز في الفخ. لقد أخطأت حين أفشيت الأمر. لا دام لا، إتري سيعود إلى وكربامو، علينا فقط أن نتريث. معك حق، من لسعته شوكة العريرة لا يشفى. إلى أين؟ لا عرش العنكبوت، من الأفضل أن لا تلج وكرة هذه الليلة، فالعيون لا زالت يقظة. أتظن أن الأمر ما زال سرا؟ Thank you.
لم عدت يا أيوب؟ ألا تخشى أن تضربك أمك؟ كفي عن سخريتك يا دامو قبل أن تدور ثائرتي. أما يكفيك ما ألاقيه بسببك؟ اسمع يا ابنتي ليلى، لم أعد أتحمل حماقاتك، حبة ويطفح الكيل. بل ما أطبخ الكيل هو ما يشاع بأنني لن أتربى على السدة ولن أوشع بالإكليل، كل هذا بسببك. ولكن ليعلم الجميع بأن للأيور شأنا عظيما بإفر الحكيم، وما زاغ زائغ عن كلامه إلا وتتخسف الأرض تحت قدميه.